أعطيكم صورة موجزة ملخصة لهذه المشكلة، لمشكلة حوزة النجف، لمشكلة دينها الفاسد، لمشكلة ما قاموا به من تدمير دين العثره الطاهره ومن ابتداع دين قذر ضال الصوره هكذا محمد وال محمد تركوا لنا قرانهم وتركوا لنا تفسير قرانهم ثم اشترطوا علينا في بيعه الغدير التي هي اصل الدين واساس الدين وهي كل شيء بالنسبه لعقيدتنا وديننا مثلما صرح القرآن بذلك في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته اشترطوا علينا في بيعة الغدير أن نتمسك بقرآنهم بشرط أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط. ماذا فعل علماء حوزة الطوسي؟ ماذا فعل هؤلاء الأغبياء؟ نقضوا بيعة الغدير. كيف نقضوها؟ لم يفسروا القران مثلما اخذت علينا المواثيق وانما ذهبوا الى النواصب وجاءونا بعلم الرجال وسلطوه على الاحاديث التفسيريه التي هي تفسير علي وال علي لقرانهم واخذت علينا المواثيق في بيعه الغدير ان نتمسك بهذا التفسير وان لا نفرق بين القران المصحف وبين تفسير علي وال علي الذي يتجلى ويظهر في مجموعه الاحاديث التفسيريه التي وضعت لنا منهجا تفسيريا وفي الوقت نفسه طبقت ذلك المنهج فعرضت لنا وجوها عديده من تفسير الايات الاحاديث التفسيريه تشتمل على هذين الامرين هناك منهج تفسيري يجب علينا ان نتبعه وهناك تفسير وتاويل في مقدار كبير من الاحاديث لايات الكتاب حوزه الطوسي عبر مراجعها الاغبياء جاءوا بعلم الرجال الناصبي وسلطوه على الاحاديث التفسيريه وحكموا بضعفها ومن هنا فانهم فسروا القران بحسب المنهج العمري تفاسير مراجع حوزه الطوسي تشتمل على الموارد التاليه، المورد الاول المورد الاول ما فسر به النواصب القرآن وفقا لأحاديثهم وما ذكر مؤرخوهم من الحوادث والوقائع وأسباب النزول وغير ذلك ومن القراءة والاعراب والتفاصيل اللغويه، كل هذا اخذوه من تفاسير النواصب، هذا المورد الاول. المورد الثاني ما ابتدعوه هم من ارائهم ومن استحساناتهم الخرقاء في الوقت الذي هم لا خبرة لهم بأسرار الأدب واللغة وإنما يهرفون بما لا يعرفون وهذا واضح في تفاسير علماء الشيعة فهم إما يسرقون من النواصب وإما يتقيؤون بقذارات جهلهم المقرفة في كل تفاسير مراجع حوزة النجف ابتداء من الطوسي المشؤوم الذي اسس هذا الشؤم وهذا الضلال والى البقية الباقية ممن هم على منهج الضلال هذا المورد الثالث اخذوا بعضا من احاديث اهل البيت التي اذا لم ياخذوها فإن أمرهم سينكشف عند الشيعة حكاية مراجع النجف في التعامل مع الشيعة المساحة التي لا تطلع الشيعة عليها من التفسير والعقيدة والفتاوى فإنهم يتوافقون ويتطابقون مع النواصب بدرجة مئة بالمئة المساحه التي تطلع الشيعه عليها قناعه المراجع هي غير التي يبينونها لعوام الشيعه ما يبين لعوام الشيعه في العقائد والتفسير والثقافه والفتاوى والاحكام ما ياتي منسجما مع ما اعتادت الشيعه عليه وتعلمته عبر الاجيال الماضيه اكان صوابا ام كان خطا؟ هم اعتادوا على هذا فان المرجعيه الضاله في النجف في حوزه الطوسي تضلل الشيعه وتضحك على ذقون الشيعه ان تقدم لهم دينا وفقا للمزاج الشيعي المتوارث. اعود الى جنايه هؤلاء وما فعلوا في ديننا نقضوا بيعه الغدير دمروا الاحاديث التفسيريه واصطنعوا تفسيرا بهذه المواصفات القسم الاكبر ماخوذ من النواصب بشكل مباشر وبنفس الالفاظ والكلمات وقسم مردود الى هرائهم وهم لا يفقهون لا يفقهون لو انهم اخذوا كل شيء من النواصب لكان افضل تفاسير النواصب اجود بكثير من تفاسير هؤلاء الاغبياء من مراجع الشيعه يمكنكم ان تقارنوا بين تفاسير النواصب وتفاسير مراجع الشيعه القذره الوسخه تفاسير النواصب افضل من جهه اللغه من جهه البلاغه بحسب موازينهم لان مراجع النجف لا يعملون بموازين العتره لا في اللغه ولا في البلاغه لانهم اساسا يجهلونها ولا يفقهون منها شيئا مطلقا هم حائرون بين قذارات النواصب وبين قذارات جهلهم وسفاهتهم. ولذا هم مضحكة حينما يتحدثون. ما هو الانترنت موجود والوهابيون يضحكون على مراجع الشيعة لانهم لا يفقهون لا في التاريخ ولا في اللغة ولا في البلاغة ولا في الادب. ولا في سائر التفاصيل التي ياخذونها عن النواصب النواصب افقه منهم واعلم منهم هؤلاء مجموعه اغبياء وحمير يضحكون على الجحوش الصغيره في النجف ويضحكون على عامه الشيعه الذين صنعوا منهم كائنات ديخيه لا تفقه شيئا وإنما تلقلق بالذي تلقلق به هذه البغال التي طوت على رؤوسها مقادير من القماش الأبيض أو الأسود فدمروا القرآن وحولوا القرآن إلى كتاب ضلال لأنهم فسروه بالمنهج العمري وفسروه بضلالهم ولم يفسر القرآن بحسب تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير من هنا نشأت ثقافة قرآنية ضالة لا هي كثقافة النواصب بشكل كامل ولا هي كثقافة تعتمد على البلاغة الصحيحة والأدب الصحيح بعيدا عن العترة الطاهرة هؤلاء مجموعة من الثولان ومجموعة من الاغبياء المعتوهين ضحكوا علينا قرونا ولا زالوا يضحكون ثم رجعوا الى احاديث اهل البيت فسلطوا عليها علم القنادر هذا علم الرجال في احسن الاحوال قبلوا من أحاديث أهل البيت بنسبة عشرة بالمئة بنسبة عشرة بالمئة في أحسن الأحوال أما السيستاني فإنه لا يقبل هذا المقدار بحدود خمسة بالمئة الذي يقبله من حديث أهل البيت فأسسوا دينا على هذه المعطيات هذه معطيات ناقصه مع جهلهم بالعربيه هم لا يحسنون العربيه نحوا وصرفا ولغه وادبا وفصاحه وبلاغه واسرارا وتاريخا صدقوني لا يحسنون شيئا من العربيه واقع حالهم هو الذي يتحدث عن هذا لا حينما يتحدثون ولا حينما يدرسون ولا حينما يؤلفون ولا حينما يصدرون البيانات، ما انا عرضت عليكم بيانات السيستاني وكشفت عن اخطائها وعوراتها وعن سفاهه هذه المرجعيه التي لا تحسن ان تصدر بيانا صحيحا كل هذا موثق وبالحقائق والوثائق ومر هذا في الحلقات الماضيه هؤلاء فضيحه بتمام معنى الفضيحه هؤلاء عوره عوره قبيحه بتمام معنى العوره القبيحه على هذه المعطيات اسسوا الدين فأنتجوا لنا عقيدة ضالة جاءت جماعا من عقائد الأشاعرة والمعتزلة هم مضطرون أن يذهبوا إلى الأشاعرة والمعتزلة لأن المعطيات التي عندهم قليلة ناقصة في أحسن الأحوال قبلوا عشر بالمئة من أحاديث أهل البيت عموم الادعيه والزيارات التي هي مصدر المعرفه الحقيقيه تركوها ولم ياخذوا منها شيئا لماذا لان النواصب لا يمتلكون ادعيه وزيارات فهي لا تمثل جزءا من منهج النواصب ومن هنا اخرجوا الادعيه والزيارات من المنهج المعرفي والثقافي والعقائدي واجهل اجهل خلق الله بالادعيه والزيارات اصحاب العمائم بجانبك معمم حمار هذا حمار هذا سله سله عن المطالب التي تعلمتها في معاني الادعيه والزيارات من برامج قناه القمر سل الحمار الذي بجانبك هذا الحمار الذي طوى على راسه مقدارا من القماش اكان من القماش الابيض ام كان من القماش الاسود سل هذا الحمار وستطلع على حميريته وكلما وجدتم قماشا اكثر فان الحميريه اكثر سلوهم واختبروهم تعلموا الحقائق الواضحة من ثقافة العترة من برامج قناة القمر تعلموها وبعد ذلك سلوهم واختبروهم ستجدونهم دون الحمير دون الحمير أنا لا أتحدث من دون أن أكون مطلعا على الحقيقة الكاملة فأنا جزء من هذا الواقع انا جزء من هذا الكيان الحميري اي عاقل اذا قلت له من انك استنتجت نتيجه من معطيات ناقصه ماذا سيقول لك سيقول لك من ان نتيجتك خاطئه لان النتيجه الصحيحه لا بد ان تستنتج من كل المعطيات فهؤلاء الثولان الاغبياء الذين يقولون من انهم نواب لصاحب الزمان هؤلاء الثيران استنتجوا الدين من معطيات ناقصه جدا من قران لم يفسروه بتفسيره الصحيح فكل ما جاءوا به لم يأتي صحيحا من القرآن وذهبوا إلى الروايات فألغوا منها في أحسن الأحوال أكثر من تسعين بالمئة فماذا بقي من المعطيات ماذا بقي من المعطيات هذه معطيات ناقصة جدا 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 ومحرفه في الوقت نفسه لانهم بعد ذلك يسلطون على هذه المعطيات الناقصه يسلطون قواعد الفهم التي اخذوها من الشوافع ومن المعتزله ما يسمى بعلم الاصول اتحدث عن اصول الفقه جاءوا به من الشوافع والمعتزله وما يسمى بعلم الكلام الذي يرتبط بالعقائد جاءوا به من الاشاعره والمعتزله ديننا شافعي معتزلي بامتياز معطيات ديننا الاصليه ليست موجوده في هذا الدين الذي بين ايدينا تفسير القرآن الأصل ليس موجودا هم صنعوا تفسيرا مثل ما بينت لكم قبل قليل أكثره أخذوه من النواصب وأضافوا إليه من جهلهم ويا ليتهم على ثقافتين ويا ليتهم على علمين حينما يتحدثون في التفسير لو اقول بانهم يضرطون فهو كثير عليهم كثير عليهم لا يفقهون شيئا من التفسير انني اتحدث عن الكبار من اعلاهم الى اسفله من الاعلى الى الاسفل لا يفقهون شيئا من التفسير كتبهم داله على ذلك وكل ما في كتبهم التي ترتبط بالتفسير تناقض المنهج العلوي في التفسير وهذا الامر ينجر على الفضائيات وعلى المؤسسات التي هم يسمونها بالمؤسسات القرآنيه كل نتاجهم مخالف للمنهج العلوي هذه هي الحقيقه من الاخر أنا لا أضحك عليكم لأنني أثبتت هذه الحقائق بمئات من الوثائق بمئات من المصادر بمئات ومئات من الساعات وكل هذا موجود على الشبكة العنكبوتية وكل هذا يبث عبر هذه الشاشة أنا لا أحدثكم عن خيالين انا احدثكم عن حقائق وهذه الحقائق موجوده على ارض الواقع وبامكانكم ان تقارنوا بين ما احدثكم به وبين ما يحدثكم هؤلاء الحمير الذين على المنابر الذين هم في المساجد والحسينيات الذين يخرجون عليكم عبر الفضائيات او عبر المواقع الالكترونيه قارنوا بين ما يقولون وبين ما أنقله لكم عن فكري وتفسيري وعقائدي وثقافتي وفقهي محمد وال محمد ستجدون فارقا كبيرا لا وجه للمقايسه والمقارنه بين قذارات النواصب وقذارات الطوسيين البتريين وبين حقائق المعرفه ونور العلم في الدين والعقيده والتفسير والفقه في منهج محمد وال محمد صلوات الله عليهم هذه المشكله التي حدثت الوسيله الاساسيه في كل ذلك ما يسمى بعلم الرجال هذه الوسيله الشيطانيه هي التي دمرت كل شيء في البدايه دمروا تفسير علي وآل علي فصار القرآن المصحف صار منفردا من دون تفسير فلجأوا إلى النواصب وأخذوا التفسير من النواصب وأكملوا ما أخذوه من النواصب هم لا يستطيعون أن يأخذوا كل شيء من النواصب لأنهم إذا أخذوا كل شيء من النواصب انفضح أمرهم عند الشيعة ما انا قلت لكم هناك مساحه الشيعه لا تعرفها في هذه المساحه ياخذون كل شيء من النواصب في المساحه التي الشيعه تطلع عليها عامه الشيعه يرقعونها بشيء من هرائهم وخرائهم العقلي وياتون ببعض الروايات التي لا يفهمونها بشكل صحيح ويختارون الروايات التي هي بلسان التقيه التي تاتي منسجمه مع النواصب الا في المواطن المعروفه والمشهوره مثلا ايه التطهير يفسرونها في اصحاب الكساء، فهذا امر تعرفه الشيعه لا يستطيعون ان يجعلوا ايه التطهير في نساء النبي، وبعض الشيعه يفعل ذلك في دروسهم في ابحاثهم ويقولون من ان التفسير الصحيح هو هذا، سرسريه اتلية قواويد اي لفظ سيء اطلقوه عليهم هذا هو الواقع هذا هو الواقع في حوزة النجف وكربلاء فجاءوا بعلم القنادر هذا بعلم الرجال فدمروا التفسير فصار القرآن المصحف منفردا ليس له من تفسير فذهبوا إلى النواصب وأكملوا ما جاءوا به من النواصب من عندهم وجاءوا ببعض الروايات التي لا يستطيعون ان يتركوها لو ترك الامر اليهم تركوها ولكن ماذا يصنعون هناك مساحه الشيعة تطلع عليها فلا بد ان ياتوا بالشيء الذي يضللون به الشيعة ويقنعون به الشيعة من انهم من نفس العقيدة ومن نفس الدين وذهبوا في باب العقائد وباب الفتاوى فألغوا الأحاديث أخذوا عشر بالمئة من الأحاديث وأكثر هذه الأحاديث التي أخذوها هي في باب الفتاوى والاحكام وفهموها بمنهج الشافعي وما كان من تلك الروايات في باب العقائد فهموها بحسب قواعد علم الكلام المعتزلي ولم يعودوا الى منهج العثره الطاهره بالمطلق فانشاوا هذا الدين ونصبوا انفسهم بديلا عن محمد وال محمد وشددوا رباط الناس بهم المراجع يشددون رباط الناس بهم الا تلاحظون الشيعه في العراق يذهبون لزياره الامير يختصرون الزياره كي يقفوا طويلا في صف زياره السيستاني كالنعاج يقفون حتى يدخلوا عليه ويقبلوا يده فقط هذا الطقس من طقوس أهل البيت وهؤلاء النعاج الذين يقفون في هذا الصف حينما يعودون إلى أهاليهم يقولون من أنه في هذه المرة توفقوا في كل مرة يزورون أمير المؤمنين ولا يزورون السيستاني لانهم لم ياخذوا بطاقه زيارته من وكيل السيستاني في المدينه التي يعيشون فيها. يقولون نحن توفقنا هذه المره. زياره الامير لا يعدونها توفيقا ويعدون زيارة شخص من عامة الشيعة يعدون ذلك توفيقا حمير هؤلاء والله يعني الحمير اشرف منهم واعلى درجة هذا هو واقع الشيعة وهذا هو واقع الدين الذي تتدينون به هذه مصادره الاصليه المصادر الاصليه الحقيقيه ابعدت نفيت اخرجت من الساحه الشيعيه كل المشكله في علم الرجال هذا هو السبب الذي يجعلني دائما أصر على مناقشة علم الرجال لأن علم الرجال هذا هو الذي عزل القرآن المصحف عن تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في الغدير وبهذا نقضنا بيعة الغدير وعلم الرجال هذا هو الذي دمر تسعين بالمئة من حديث أهل البيت وبقي بأيدينا بحدود عشرة بالمئة معطيات ناقصة فكيف نستخرج منها نتائج صحيحة مع ملاحظة أن قواعد فهم هذه النصوص جيء بها من الشوافع والمعتزلة لم يؤت بتلك القواعد من منهج علي مثلما بايعنا في بيعه الغدير هذا علي هذا علي يفهمكم بعدي لم نذهب الى المنهج العلوي كي نفهم هذه النصوص وانما ذهبنا الى منهج الشوافع ومنهج المعتزله هذه الحكايه من دون خداع هذه الحكاية من دون كذب وافتراء وهذه الحكاية أثبتها بمئات الأدلة عبر برامجي الكثيرة فاعرفوا أن الدين الذي بين أيديكم الذي يعلمكم اياه هؤلاء الخطباء الحمير على المنابر او هؤلاء الذين يخرجون عليكم في الفضائيات او في اي مكان اخر وهم يحدثونكم عن مراجع النجف هذا ما هو بدين هدى هذا هو دين الضلال ودين الجهل والجهاله ودين السفاهه هذا هو الدين البتري والدين المرجعي القذر والذي يا شيعه النجف ستحاربون به امام زماننا حينما ياتي مقبلا من الحجاز احاديث اهل البيت هي التي اخبرتنا بذلك وحين اقول يا شيعه النجف انني اتحدث عن شيعه الحوزه لا اتحدث عن شيعه يقطنون المدينه انهم شيعه العراق وشيعه الخليج انهم الشيعه في كل مكان الذين يدينون بدين حوزه النجف فهم شيعه النجف شيعه المراجع ما هم بشيعه الحجه بن الحسن لذا سيناصرون مراجعهم ويحاربون الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه نذهب الى فاصل